بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ دلوقتي الدرس الرابع في البليزر. لو احنا فاكرين المحاضرة اللي فاتت انا عملت الفورم وقدرت ان انا اضيف داتا جوه الفورم دي وبحيث ان هي تبقى موجودة جوه الاوبجكت اللي انا عملت له كرييشن جوه البيج. فدلوقتي التعديل او الاضافة اللي انا عايز اعملها، عايز ان انا لما اضيف الداتا الخاصة بالامبلوي هنا وادوس اد، تظهر تحت عندي في الداتا جريد او الداتا تيبل اللي هيبقى موجود تحت. طيب مبدئيا احنا هنشتغل زي ما قلنا على الميموري دلوقتي، فهنشتغل على الاوبجكتس او هنشتغل على الليست او الاري. المرحله اللي جايه بعد كده هنعمل نفس الشغل ده بس على مستوى الداتابيس. طيب نشوف كده البيج، نرجع تاني للبيج اللي احنا شغالين بيها. ادي المفروض البيج ودي الفورم اللي احنا عملناها قبل كده. مبدئيا المفروض ان انا لما هدوس كليك فوق هيضيف لي الريكورد ده جوه الداتا تيبل تحت. طيب انا هعدل بس الباتون هنا، اخليه ات امبلوي عشان يبقى الاكشن كده واضح او ليه معنى. تحت هنا المفروض ده داتا تيبل او تيبل، المفروض ان انا لما هرن وهضيف الداتا فوق يضاف عندي تحت. ادي الديزاين الخاص بالتيبل. طيب مبدئيا كده فوق انا عندي 4 كولمز، فعايز اظبط الديزاين بتاع التيبل تحت ان يكون شبه ايه، شبه الداتا اللي موجوده عندي فوق. فهاجي هنا، انا عندي اول حاجه كان الاي دي او الامبلوي اي دي، والتاني كان الامبلوي نيم، والتالت كان الادرس، واخر واحد كان الفوتو باث. طبعا الفوتو باث هنا هنسيبه زي ما هو تكست، وبعد كده هنربطه بصوره بحيث ان اوتوماتيك ياخد السورس بتاع الايمج من الفيلد ده يعني فوتو. طيب هنا انا عندي 4 كولمز، هنا تحت عندي ضايف 3 روز، لا انا عايز رو واحد بس او صف واحد بس، اللي بعد كده الروز دي هيحصل لها جنريشن باستخدام الفور لوب او الفور اتش. طيب انا هنا عندي 5 كولمز في الهيد فوق، الاولاني ده ممكن نسميه المسلسل او السيريال نمبر، فانا ده هو ثابت هنا بواحد، فانا هضيف ايه، هضيف اخلي عدد الكولمز نفسها 4 زائد السيريال نمبر او مين او الجزء اللي هو الخاص بالنمبرنج يعني او الريكورد نمبر. طيب نشوف كده، ادي الديزاين. المفروض بقى دلوقتي لما هكتب الداتا فوق وادوس ادي يتضاف تحت. طيب مبدئيا كده الكلام ده عشان يحصل فانا محتاج ان انا كريت حاجه اسمها ليست. ليست هو زي الاري بالظبط، لكن ميزه الليست، يمكن الناس اللي درست الداتا ستراكشر شويه، هي شبه اللينكد ليست. بمعنى ايه؟ بمعنى اولا ان الاري لما بتكريت الاري بيبقى فيكسد سايز، انا عايز حاجه فاريبل سايز، عايز حاجه اقدر اضيف واحذف منها، عايز حاجه اقدر اسيرش جواها. فالاوبشنز دي كلها بتبقى موجوده عندنا في الليست. عشان نكريت الليست انت المفروض هتكريت ليست اوف امبلوي اوبجكت، فهنعملها كالاتي. هتيجي هنا وهنكتب ليست، هتحدد لها دلوقتي بتوين براكتس التايب اوف ليست، او الليست دي ليست اوف ايه، او نوع الاوبجكتس بتاعتها. فانا هعملها ليست اوف امبلوي، ده الكلاس اللي انا هعمله كرييشن، وهسميها امب ليست، وهعمل انستنس منها بالشكل ده. ادي هنا الليست اوف امبلوي بقت موجوده، طبعا انا عملها كريشن قبل كده، خلاص نخليها اللي هي الجزء اللي تحت مفيش مشكله خالص، هنشتغل بدي. ادي الامبلوي ليست. طيب نيجي بقى للجزء اللي فوق اللي هو الخاص بالبادي. اولا احنا قلنا ان هي المفروض هيجنريت رو لكل ايتم موجوده جوه الليست، فهنا محتاج يشتغل بفور لوب زي ما عملناها في الصوره قبل كده في المحاضره الثانيه، او هنشتغل بفور اتش، الاثنين يشتغلوا معايا مظبوط. في كل مره هنجرب واحده، فهنا هجرب الفور لوب عشان نكتب طبعا بلوك وعشان نتعرف ان ده سي شارب، فهتعمل الاوبريتور اللي خاص بالات انت اي هيستارت من زيرو. طيب لحد فين؟ لحد الليست كاونت او عدد الايتمز اللي جوه الليست. ف
فهاجي هنا هاخد الكود او اسم الليست دوت كاونت، يعني هتمشي لحد الكاونت بتاع الليست. طبعا الليست لو فاضيه مش هيعرض حاجه خالص، سيمي كولون اي بلس بلس. طيب نفتح براكتس كده ونقفل براكتس ده تحت. لو عندي 10 ايتم جوه البريو ليست هيعرض هنا 10 ايه روز. طيب لحد هنا تمام. الجزء بقى اللي هنا انا مش عايز بقى مارك والكلام ده، لا انا عايز الايتمز اللي موجوده جوه الليست. فهتاخد الليست اوبجكت تكتبها هنا، انهي واحده بقى او انهي اوبجكت جوه الليست. فهتيجي بقى تختار الاندكس بتاعه، فانا هخلي اندكس اوف اي اللي هي الفور لوب دوت. طبعا هنا ما تعرفش على اي حاجه، ليه؟ لانك انت ده المفروض فاريبل، فلازم تعمل علامه الات قبلها. هنا بدا يتعرف عليها هو عادي خالص دوت امبلوي اي دي. بعد كده المفروض بنفس الترتيب اللي فوق انا عايز اعرض الامبلوي نيم والادرس والفوتو. فهاجي هنا اخليها نيم، واجي هنا اخليها ادرس، ودي اللي هي الفوتو باث. طيب نشوف كده الشكل كده هنا. تمام، ما عرضتش اي حاجه خالص لان هي اوريدي الليست لسه فاضيه. طيب دلوقتي بقى عايز اكتب الداتا هنا وادوس اد يتضاف تحت. يبقى المنطق بيقول لي ايه بقى؟ انت هتملي الداتا فوق وهتدوس اد. انا عايز اربط الفاريبل اللي اسمه ماي امب ده بالليست اللي المفروض هيعرض منها. نعملها بقى ازاي؟ نيجي بقى للفانكشن اللي هي بتاعت اد امبلوي اللي هي دي. المفروض انا عندي الليست فاهي امبلوي ليست فيها فانكشن اسمها دوت اد، فهضيف اوبجكت جوه الليست دي، وطبعا فيها ريموف وابديت وفيها كل حاجه. هدوس اد، هتضيف ايه بقى؟ هتضيف الفاريبل اللي موجود جوه الاديت فورم اللي هو ماي امب سيمي كول. نشوف الكلام ده فعلا هيشتغل ولا لا. هختار هنا مثلا واحد، واختار هنا فهد مثلا، واختار هنا معادي، واختار هنا ان الصورة موجودة مثلا في السي في اي حاجة، وادوس اد امبلوي. الضاف عندي تحت اهو. طيب عايز اضيف واحد تاني جديد، اتنين محمد المعادي نفس الباس ماشي. شايفين مجرد ما كتبت الداتا ودوست كليك الاسم تحت اتغير، ولو دوست اد هيبقوا اتنين ماشي، بس اتنين من نفس الايتم. ليه بقى؟ لانك انت بالنسبة له عامل الماي امبلوي اللي موجود فوق وان انستنس واحدة بس، فكل لما هتغير هيغير كل الاوبجكتس اللي انت ضايفها جوه الماي ليست. طب دي نحلها ازاي؟ انك انت هتعمل رينيوينج لمين او تجديد ليه او تعمل نيو انستنس منه. ازاي؟ انت ضفت الماي امب هنا، بعد ما تضيف الماي امب هتعمل نيو انستنس من الماي امب، فهتعمل ماي امب ايكوال نيو امبلوي كده. انت ايه بتعمل؟ زي فاريبل جديد خالص، فيرجن جديده. طب الفيرجن القديمه هي خلاص اوريدي متضافه جوه مين؟ جوه الليست. نشوف كده الكلام ده فعلا هيحصل ولا لا. فهضيف هنا واحد واسمي هنا احمد مثلا عادي سين نقطتين اي حاجه، وادوس اد. ادي اول واحد اتضاف اهو. طيب نضيف واحد تاني بقى، مين؟ تامر. ده عشان تدخل تامر شوقي حبيبي طبعا. المعادي سي نقطتين اد. شايفين بقى ايه؟ بقى اوبجكت تاني. طبعا كلمة رقم واحد هنا ثابت، وهنشوف بعد شوية هو ثابت ليه. وهكذا تقعد تضيف الامبلويز زي ما انت عايز. طيب ليه ثابت؟ عشان انت اوريدي مثبت الفاليو بتاعته هنا. طب لو انا عملت كده ات اي هيعرض لك الفاليو اوف اي، بس هيبدا من زيرو. طب انت لو عايز اخليه يبدا من واحد، نعملها اكسبريشن بالشكل ده.
هنجرب هنشوف هيشتغل ولا لا. هي الفكرة مش انه يعرض الاي، هي الفكرة انه ينفذ اي بلس 1 او ممكن يعمل اي بلس بلس، بس فكرة اي بلس بلس انه هغير الفاليو نفسها اوف اي. طيب نخليها كده. فعلا بقت واحد. بقت اتنين وهكذا. فهنا نشوف بس الاكسبريشن ده. انا هنا ات اي خلاص ده فاريبل بلس 1. لو انت عملتها من غير الات اللي بره دي هيكتب 1 زائد 1. لكن عشان افهمه ان ده ماثيماتيكال اكسبريشن فحطيتها بتوين براكتس وعملت الات اي اوبريتور في الاول. طيب لو انا عايز احذف ريكورد معين من الليست، طيب هضيف بقى ميثود تانية او زرار تاني. فهاجي هنا مثلا، ممكن اخليه جنبه او اخليه تحته زي ما انا عايز. هنا كوبي واجي هنا اعمل بيست، وعايز اخليه ريد، خليها دانجر عشان يبقى احمر، واخلي الفاليو بتاعته ايه ديليت امبلوي. طيب الفانكشن هسميها ديليت امبلوي. يبقى لازم اكريت الميثود دي تحت، بعمل void ولازم يبقى ليها نفس الاسم ده. طيب دلوقتي المفروض الفاليو اللي انت عايز تحذفها، سي مثلا انا عايز احذف باستخدام الاي دي مثلا، فهياخد الفاليو اللي موجوده جوه ماي امب ويدور عليها جوه الليست ويعمل لها ريموف. فلما يجي رندر ويجي يرسم تاني الروز مش هيلاقيها موجوده فما يعرضهاش. طيب دي بقى نعملها ازاي؟ انت خلاص بعد ما بتخلص خالص عندك الماي امب. طيب فانا هقول له ايه؟ امب ليست دوت ريموف، هنا ريموف اول ريموف ات وهكذا. فانا هنا هقول له ريموف وافتح براكتس بالشكل ده. تمام. ممكن هنا اختار اوبجكت معين، فمثلا هختار ماي امب، هقول له ريموف ايه فروم ذا ليست. كده المفروض هيحذفه. نجرب نشوف هل هيشتغل كويس ولا لا. ممكن ما يشتغلش كويس من اول مره بس هنشوف. ادي واحد اتنين مثلا، ادي اتنين، ادي واحد، ده هيبقى حروف اي حاجه، اقول هنا ات اضافه. طيب امبلوي اتنين وهناخد نفس الاسم ده، او خلينا ايه نضيف حاجتين مختلفين عن بعض عشان خاطر نشوف فعلا هو هيحذف ولا لا. ادرس اي حاجه اقول ات. عايز احذف بقى اللي هو رقم اتنين ده، فاختار هنا اتنين، اختار ده الادرس اتنين والعنوان دي اس اي. نشوف هيعمل ديليت ولا لا. ما عملش ديليت عشان هو شايف ان هما تو ديفرنت ايه اوبجكتس. طيب عشان نشغل بقى الاكسبريشن ده هنستخدم حاجه اسمها لامدا اكسبريشن. ايه بقى لامدا اكسبريشن ده بقى؟ طيب مبدئيا الليست اللي انت عايز تحذف منها اسمها امبلوي ليست. الفانكشن اللي عايز تنفذها اللي هي ريموف، ريموف دي بتاخد 1 ايتم بس او 1 اوبجكت بس. فانا عملت من شويه وشاف ان التو اوبجكتس دول غير بعض. طيب جوه الانبوت هنا هديله تاني الامبلوي ليست، بس المره دي ايه هديله اكسبريشن مختلف شويه. في عندي ميثود او فانكشن اسمها وير، فافتح براكتس واقفلهم كده. وير دي المفروض هترجع لك اوبجكت او مجموعه اوبجكتس. هنا ده بقى اللامدا اكسبريشن، بنكتب اي حرفين انت عايزهم فاريبل وبنعمل علامه الايكوال والسهم بالشكل ده. دي طريقه كتابه اللامدا اكسبريشن دوت. ايه الاتريبيوت اللي انت عايز تسال بيه؟ فانا اختار الامبلوي اي دي، شرطي ان هو ايكوال ايه بقى؟ ايكوال ماي امب اللي انا عامله فوق دوت
انهي فاريبل المفروض او انهي بارامتر اللي هو ماي امبلوي اي دي. الميثود دي انا هنا عملت اكسبريشن عشان يرجع لي الاوبجكتس اكوردنج للكريتيريا دي، ودي بتاخد اند اور زي ما انت عايز. فانت هنا الفاريبل اللي انت بتكتبه معناها اني فاريبل، دي معناها ان اني فاريبل لامدا اكسبريشن اي ار دوت اوتوماتيك، هو هيفهم خلاص انك انت شغال على مين، على الماي امبلوي. ليه؟ عشان دي طالعه من الليست اوف ايه، امبلوي ليست. طب ليه معترض؟ عشان الريموف بتاخد وان اوبجكت اونلي، فانا هنا هكتب دوت هات لي اول اوبجكت بس في الليست. لو هو اوبجكت واحد هيجيب لك ايه، واحد بس، اكتر من واحد هيجيب لك ايه، ذا فيرست وان. فهنا فيرست دي كده هترجع لي ايه، وان اوبجكت بس. نجرب نشوف الكلام ده صح ولا لا. نرن هضيف هنا واحد فات المعادي الصوره اي حاجه ات اتنين تامر مدينه نصر اي حاجه تلاته رمضان معادي اي حاجه لفت. طيب عايز احذف فهد، فهاجي هنا اكتب رقم واحد، مش مهم الداتا اللي موجوده اللي باقيه. ليه؟ لان الشرط بتاعك انت عامله باستخدام مين؟ باستخدام الامبيريو ايدي. فانا اقول له ديليت، حذف فهد فعلا. طب عايز احذف رمضان، اغير هنا ثلاثه عشان ما اقولش ان هو بيحذف بالترتيب، اقول له ايه؟ ديليت حذف رمضان. يبقى كده قدرت اضيف واحذف جوه الليست، وهو اوتوماتيك تحت ايه؟ هيجنريت الليست بناء على الايتمز الموجوده جواها. طيب هنا بقى في سؤال اخر بقى حاجه، هعمل ريفرش كده. هي هنا المفروض دي فاضيه بس ظاهر لي الهيدر، انا الهيدر ده لو فاضي مش عايزه يظهر. نعمل ايه بقى؟ هتيجي هنا قبل التيبل نفسه وهتعمل اف كونديشن. ايه بقى الاف كونديشن ده بقى؟ هتحط هنا شرط، تفتح براكتس بدايته اول التيبل ونهايته تحت هنا في الاخر خالص. الشرط ده لو ترو هينفذ الكلام ده، لو مش ترو هيطلع بره الكلام ده خالص. فانا هنعمل شرط بسيط جدا، هقول له ايه؟ الامبلوي ليست بتاعتك دي دوت كاونت اكبر من زيرو، يعني لو هي اكبر من زيرو هيبقى فيها ايتمز، زيرو يبقى هي فاضيه. نشوف كده، ما ظهرش اي حاجه تحت خالص. مجرد ما هتضيف ايتمز بدا يظهر معاك. فوصلنا كده لاخر المحاضره، اتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا فيها حاجه، والمره الجايه باذن الله هنبدا نكبر الموضوع شويه، وهنبدا نكونكت على هنبدا نكونكت على داتابيز ان شاء الله كده، ونبدا نضيف كل مره هنضيف ستيب على السوليوشن بتاعنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.